كان بيقول حاجات ما بيعملهاش زي الفايف برنسبلز اللي هو كان بيشتغل بيهم دول ما كانش بيعملش منهم حاجات. بعدين في الاربن بتاعه كان فيه مشكلتين، ما كانش بيهتم بالخدمات، ما تبقاش في وسط المدينة، يعني مش كلها في وسط المدينة، يعني هو حاطط الريلوي ستيشن والمترو بس، بقية الخدمات مش موجودة. تاني حاجة التفرقة العنصرية، هو كان بيقول إن احنا هنوحد الناس كلها وكل الناس تسكن مع بعضها، في الآخر رجع اللي هو رامي الناس العمال آخر الدنيا. لما أشوف المبنى مش دايما هفهم ده إيه، يعني هو مش دايما هفهم ده إيه، يعني زي الكنيسة ده أنا مش وأنا بره مش عارفة إن دي كنيسة، شكلها ما يدينيش الحق ده، فدي مشكلة برضه. حرية طبقية، أكيد أكيد مش هتجيبي حد مستواه المادي قليل جدا تعيشيه جنب حد غني جدا، أنت كده أصلا بتقهريه، دي أول حاجة. يعني ما كانش يقول ما كانش يقول ما كانش يقول أنت لما بتبقى خارج الامتحان. نفس الفكرة.